موضوع الاقتراح. الاقتراح شو اسمه؟ الاقتراح. احفظ الاسم، اسم الاقتراح. شوف، خلنا اشرح لك عليه. طبعا الاقتراح طلابنا بي 7 أدوات. رقم 1 اللي هي how about. انتبه وياي وركز وياي. شوف، رقم 2 ركز، I'd like. رقم 3، شوف راح اطبق عند النسوة، I'd love. رقم 4 would you like. رقم 5، انتبه وركز وياي، why not. رقم 6، I'd rather. رقم 7، let's. إذا تلاحظ هنا قاسم الكياهن الأستاذ قسمين أو 3 أقسام. تلاحظ هذا الفاصل اللي هنا موجود، هاي معناها الأداة وحد، قاعدتها وحد. تلاحظ هذا الفاصل بين ذني 3 وذني، معناها ذني يختلفن عن هذني. شون أستاذ راح نختلف يختلفن، وشون اللي راح يختلف بيهن؟ شوف، نول بداية، إذا افتهمتها افتهمتها، ما افتهمتها بعد. يقول how about يأتي بعدها فعل يحتوي على ing. شو يحتوي عليه؟ من؟ على ing، ثم التكملة، ثم علامة الاستفهام. أوكي، ذن الآيد لايك، آيد لوف، اللي هي أيضا الأخيرة أيضا بيها لايك، أمهات الحب ذني. شوف هن ذن 3 شبيهن أستاذ، شبيهن، ياخذن زائد تو زائد فعل مجرد، يعني فعل مسبوق بتو. حلو، جيد. هذن الثلاثة الأخر اللي هي الواي نوت، الآيد رذر، الليس، شاخذن استاذ، ياخذن فعل مجرد. عافية. إذن بالاختيارات أو في حالة التصحيح احنا نمشي على هاي القاعدة. هاو أباوت شنو يأتي بعدها؟ استاذ فعل بي آي أنج. من يجيب لك اختيارات وعندك قبل عندك قبل الاختيار عندك هاو أباوت، ايش تختار له؟ استاذ نختار له فعل بي آي أن جي. إذا عندك آيد لايك، آيد لاف، ود يو لايك، ايش تختار له؟ استاذ نختار له الفعل المسبوق بتو. ركز وياي، بمن المسبوق؟ بتو. آيد لايك، طلاب لايك ولاف راح احتاجهن بغير موضوع. لا عاد شلون استاذ راح تحتاجهن؟ راح يجن ياخذن غير شيء. لا شلون اميزهن؟ شوف طلاب، انتبه هنا بالرغبة، إذا لايك مسبوقة بالدي، أوكي، لايك مسبوقة بالدي، سات شنو هاي الدي؟ طلاب هاي مختصر مال الود بال 2021، قلت لهم دير بالكم على الول نوت، ما جاية أبد. قالوا شلون الإنسان دير بالنا عليهم؟ قلت لهم هاي مختصر مال الوونت، إجتهم بالوزاري. هسا اليوم أنا أقول لك دير بالك على الود اختصارها شني؟ دي. استاذ هاي اخذت الناب بالمحاضرة رقم 4، عافية، راح انزل لكم اياها المحاضرة، محاضرة اخذت لكم اياها. اذا لايك مسبوقة بالدي اللي هي ود، ايش تاخذ؟ تاخذ تو زائد فعل مجرد، واللوف نفس الحالة استاخذ تاخذ تو زائد فعل مجرد، والود يو لايك تاخذ تو زائد فعل مجرد. عاشت ايدك يا بطل. زين، واي نوت، انتبه، واي نوت، وكذلك I'd rather، I'd rather، وليتس، شاخذن استاذ ياخذن فعل مجرد. ركز عليهن، شاخذن ياخذن فعل مجرد. قلت لك اليوم موضوعك جدا سهل ودرجات بالجيب. شلون يجين استاذ السؤال مالتهم؟ ما زال هن يمنا، خلنا نملي هذا سؤال وزاري. اوكي،
مشكلة نسينا الأقلام. سؤال وزاري في الوزاري طبعا يجيني بسؤال الثاني فرع بي question 2 يا فرع ساد فرع بي بس لا هسه راح أعلمك بالطريقة الثانية يجيك بفرع أي. شون يجيني السؤال؟ شوف طلاب شون يجيك السؤال، يقول لك how about، أسئلة وزارية go، هذا هم أسئلة وهم بالتمرين موجود to go نعم أو going، والتكملة مهما تكون التكملة خليها مثلا to the cinema to the park وعلامة الاستفهام بالنهاية. إيش راح تختار استاذ؟ how about تأخذ فعل يحتوي على ing، إذن how about لقيتها قبل الفراغ تأخذ فعل يحتوي على ing، إذن to go ما يصير والgo ما يصير، هاي درجتين بالجيب. شفتوها شون طلاب سهلة؟ نعم سهل جدا سهلة. بس إيش تجينا؟ لا خلنا ناخذنا مثالين ثلاثة ونروح شلون تجينا. أوكي نأخذ مثال ثاني. إيش راح يقول لي؟ راح يقول لي هنا أنا مثلا yes let's لاحظ هنا ايش قايل لي؟ قايل لي to go او go او going. نعم استاذ ايش راح تختار استاذ؟ عد ليتس والليتس تاخذ فعل مجرد، هذا فعل مجرد؟ لا استاذ بي 2 اذا خطا. هذا فعل مجرد؟ نعم استاذ صح هذا خطا. شفت شلون طلاب؟ اوكي وضحت؟ عافيه بالابطال اللي قاعد ويانا يحلون، عاشت ايديكم والله ابطال كفو، عافيه النجاح من نصيبكم. استاذ بس هيك يجي؟ لا مو هيك يجي، لا شلون يجيني؟ شوف اللوفه الوزاريه اللي تجيك به، شوف الوزاري في الوزاري النموذج الثاني. انتبه ربي يوفقكم طلابنا، شكرا دعائكم وشكرا كل شيء نسمعه من عندكم هو طيب. يقول how about read بين قوسين English together، ماذا حول قراءة اللغة الإنجليزية معا؟ يعني قل له تعال خلنا نقرأ English together. هنا ايش طلاب ايش راح يقول لك؟ راح يقول لك بين قوسين correct the verb. شنو معنى correct the verb؟ استاذ صحح الفعل. طلاب التعليق بالفعل، بس هذا الفعل على يضه وراح اصححه. استاذ بسيطه، شلون بسيطه حبيبي؟ راح اصححها على ضوء الهاو اباوت. هاو اباوت ايش قلنا؟ ايش تاخذ؟ ايش تاخذ الهاو اباوت؟ استاذ تاخذ الفعل نضيف له اي ان جي. جيد استاذ هم طبق علي شروط اضافه الاي ان جي؟ نعم طبق علي شروط اضافه الاي ان جي. بشروط هذا؟ لا استاذ ما بشروط، اذا بس اقول له ريدنج. ليش؟ لان هاو اباوت تاخذ فعل بي ان جي، دير بالك عليه، وزاري وزاري مكرر سنويا يعني اكثر مره مرتين ثلاثه مكرر. اوكي زين استاد بعد كلوفه وزاريه لو بدنا الاثنين؟ لا يا حبيبي بعد وحده واسالك الدعاء وهي شوف ايش راح يقول لي؟ راح يقول لي مثلا سؤال هذا يقول لي how about او let's هذا وزاري او I'd like، شوف ذني جايتنا على شكل اختيارات بين قوسين لما تكفي الورقة هو يكفي لك اياها الورقة هناك بالوزاري. To the طبعا to go
مثلا to the beach. نقطة. انتبه هنا طلابنا الأعزاء، شنو اللي جاي؟ أستاذ جاياتني الأدوات هالمرة، الأدوات جايبة جاياتني، شني؟ يقول لي اختار بين الهو أباوت وبين الليس وبين الآيد لايك، على يا ضوء راح تختار؟ كنت تختار الفعل على ضوءها، هسه شلون اختار ذني؟ أستاذ على ضوء الفعل، إيش بيه الفعل؟ أستاذ تو زائد فعل مجرد عد بعد القوس، إذا عندك بعد القوس، انتبه طلاب. تو زائد فعل مجرد يصير تختار هاو اباوت، لا استاذ اريد اي ان جي، اذا هاو اباوت خطا. انتبه 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 هنا زين. اذا عندك تو زائد فعل مجرد بعد القوس، انتبه هنا يصير تختار ليتس، اللي جايتك هاي ليتس، لا استاذ ما يصير خطا. جيد. اذا عندك تو زائد فعل مجرد يصير تختار آيد لايك، نعم أستاذ الإجابة الصحيحة هي آيد لايك، لأن آيد لايك يأتي بعدها تو زائد فعل مجرد، إذن إجابتك صحيحة. أوكي، هذه بالنسبة للهاو أباوت. خلنا أعطيكم سؤال واحد، بس سؤال واحد أريد أشوفكم به بالوزاري، وارد هذا بالسنين السابقة. يقول هذا السؤال يعتمد على الطالب 100%. ايش راح يقول لي؟ شوف، يقول لي ميك، اعمل سجشن، اقتراح. لاحظ تو يور مثلا فريند، تكمله تكمله، هو has a toothache. شنو toothache؟ استاذ معناه ألم أسنان. toothache شنو؟ معناه ألم أسنان. جيد. طبعا انتهت. ايش راح يقول لي طلاب؟ راح يقول لي use، استخدم شنو؟ شوف see the dentist. شنو see the dentist؟ استاذ معناها راجع طبيب الأسنان. اوكي، سد القوس. طلاب هنا هذا يا موضوع استاذ، من كلمه سجشن ومعناها الاقتراح، عرفت موضوع الاقتراح؟ اوكي، عرفت موضوع الاقتراح؟ نعم عرفنا موضوع الاقتراح. هنا اذا هو موضوع الاقتراح، شي يريد من عندك؟ منطيني طلاب، منطيني العباره. ايش منطيني؟ منطيني العباره هاي بين قوسين. ايش عايزه هاي العباره؟ عايزة بس أداة اقتراح. ايش عايزة؟ بس أداة اقتراح. حسب الفعل مالتها الأول اللي هو شني؟ ليتس، فعل مجرد لا بي اي ان جي ولا بي تو، ايش تخلي له؟ استاذ انا حر بي، مثلا اخلي له ليتس ايد رذر واي نوت اللي هي سي، سوري ايش نخلي له؟ نخلي له براحتنا، مثلا اقول له ليتس، شوف see the dentist. ما راح أخفى عنك إنه هذا السؤال يعتبر إثرائي. إيش يعتبر أستاذ؟ يعتبر إثرائي. أوكي طلابنا الأعزاء، طبعا دير بالكم على هيش نوعية من الأسئلة، بس هو جدا سهل. إذا عندك suggestion، اقتراح، وبعد بعد اليوز لقيت عبارة، وهاي العبارة بادية فعل، بس تجيب أداة الاقتراح. فقط أجيب أداة الاقتراح؟ نعم فقط تجيب أداة الاقتراح. نعم أكو بعض الطلاب يقولون أستاذ نخلي مثلا why not، صحيح، I'd rather صحيح، let صحيح، كلهم صحيح، ما زال الفعل اللي هنا موجود هو فعل مجرد. هذا الموضوع انضبط كلش. نروح للموضوع الثاني المتعلق به. شو اسم الموضوع؟ انتبه هنا شو اسم الموضوع. شوف احنا جبنا اوراق، بس هاي الاوراق طلعت ماكوله من هاي الصفحه، ما نعرف شنو ماكلها. يلا شو اسمه؟ الموافقه والرفض على الاقتراح. شنو هي الموافقه والرفض؟ نعم على الاقتراح، على اليمن على الاقتراح.
أوكي جيد. أنا جيت هنا طلاب على الاقتراح. أنا من قلت لك الموافقة والرفض على الاقتراح بمعنى شكو أستاذ، بمعنى عدي بعدك موافقة ورفض ثانية بيا يونت باليونت الثالث، وحدة منعتن سنوياً لازم تزور الأسئلة الوزارية، وأتمنى لكم هاي تزور الأسئلة الوزارية. ليش؟ لأن هاي سهلة جداً. أوكي شوف طلاب، نجي نشرح أنا وياك وحدة وحدة بالطريقة مالتنا. يقول أولاً ملاحظة رقم واحد، ملاحظة رقم واحد، نعرف الموافقة، وعندي موافقتين ورفضين، والرفض على الاقتراح من خلال، لاحظ، من خلال الأدوات السبعة أو العنوان نفسه. Good. حس شلون أتعرف عليها الموافقة والرفض على الاقتراح أستاذ؟ من خلال الأدوات السبعة. How about I'd like, I'd love, would you like، ذنم أدوات نلقاهن بالسؤال، وإذا ما لقيتهن من خلال كلمة suggestion، وإذا ذني كلمة موجودات معنى هذا موضوع الموافقة والرفض باليونت الثالث. زين هسه بالله أستاذ تعرفنا عليه موافقة ورفض مال الأدوات، بس شلون أعرف يقول لي وافق أو أرفض؟ شوف طلاب، إذا ملاحظة رقم واحد، انتبه هنا أنا. أو أولا الموافقة منين نتعرف عليها؟ انتبه، ينطيك بين قوسين أو بالجملة لو أجري لو أكسبت. إحنا دي سوينا هيك، يلا جي وضحت. لو أجري لو أكسبت ساس شنو معناهن؟ معناهن يا عزيزي معناها وافق، والثانية أقبل، فالاثنين بمعنى أقبل الاقتراح. شلون يكون الحل مالتها؟ شوف طلاب، هواي تلقون حلول الهن، لكن الحل اللي يرهم على كل الموافقات شو اسمه؟ شوف الحل، شوف الحل للموافقة، شوف طلاب الحل للموافقة يكون yes why not. استاذ مثلا واحد يقول yes let's بس ما ترهم عليهم كلهم، yes that's good idea بس ما ترهم عليهم كلهم، بس yes why not ترهم عليهم كلهم. اوكي اذا اقول لي yes why not، طبعا هالقلم طلع بشكل سفنجة، احنا متفقين على هالشي؟ نعم. هسه هاي عرفت الموافقة شلون، يقول لي لو اجري لو اكسبت. زين الرفض ايش راح يقول لي؟ ثانيا الرفض، طلاب ايش راح يقول لك بالرفض؟ لو يقول لك disagree وبما معناها لا توافق، او refuse ارفض، refuse ارفض. طلاب اذا قال لي disagree معناها لا توافق، refuse معناها ارفض. زين ايش راح يكون الحل مالتهم طلاب؟ شوف الحل مالتهم ايش راح يكون، الحل مالتهم راح يكون بهاي الطريقه. نو ايد رذر نوت، احفظوا وياي ايش راح يكون الحل. نو ايد رذر نوت، اذا قال لك ارفض شلون يقول لك ارفض؟ سادي يقول لي لو ديس اجري لو ريفيوز، اذا قال لك ديس اجري او ريفيوز ايش راح تقول له؟ نو ايد رذر نوت، نو ايد طبعا فارزه،
rather not. جيد. نرجع للموضوع هذا قبل لا نطب بالأسئلة الوزارية مالته، وارد بالسنين السابقة هواي. يقول الموافقة والرفض على الاقتراح، هذا العنوان مالتي، الموضوع مالتي. أوكي، ملاحظة، نعرف الموافقة والرفض على الاقتراح من خلال الأدوات السبعة أو العنوان نفسه. أستاذ شلون ذن الأدوات السبعة؟ استوني دخلت للقناة عفية وليدي تعال ياي. يقول how about أو I'd like أو I'd love أو would you like أو why not أو I'd rather، هذني كلن شنة أدوات السبعة أو العنوان suggestion اللي هو الاقتراح. عفية، واضح؟ تمام طلابنا لو لا؟ أوكي، ركز وياي. إذا قال لك واضح جيد، إذا قال لك وافق لي، شلون يقول لك وافق لي على الاقتراح؟ يقول لك أجري أو يقول لك أكسبت، وباثنيناتهم بمعنى وافق والأخرى أقبل، يعني اثنيناتهم موافقة. والحل مالت هذا قال لي وافق، يقول لي يس واي نوت. زين الرفض يقول لي ديس أجري أو ريفيوز، الحل مالتها شني؟ نو no. احفظ وياي، آيد رذر نوت، نو آيد رذر نوت. أوكي، شون يجيني بالأسئلة الوزارية للسنين السابقة؟ طلاب بالأسئلة الوزارية اللي جتني بالسنين السابقة بهاي الطريقة. شوف هذا سؤال وزاري في الوزاري. جيد، هذا السؤال وزاري جاء ب 2017، راح أكتب لك إياه كله. ليتس أحط play a game of chess. طلاب هنا ايش راح يقول لي؟ شوف راح يقول لي accept. شنو معنى accept استاذ؟ معناها اقبل. شنو معنى accept استاذ؟ اقبل بمعنى موافقه على يمن على الاقتراح. شلون عرفناه؟ هي شقرة بهالطريقة هاي. شلون عرفناه؟ استاذ عرفناه من كلمة ليتس من الأداة. عافية، منين عرفته؟ من الأداة. شلون عرفته موافقة؟ من كلمة accept. جيد، الحل إذا قال لك وافق على الاقتراح شلون راح يكون الجواب مالتها؟ استاذ الجواب مالتها yes why not. اوكي، كل شيء ما سويت. استاذ هي سهل الانجليزي؟ نعم هي سهل وبعد اسهل، كل ما نتقدم به كل ما راح نعطيك شغلات تذهلك به. اوكي، ناخذ سؤال ثاني، ناخذ سؤال ثاني. هذا وين؟ هذا هذا وين جاني؟ جاني 2017. شوفوا طلاب هذا 2017. ناخذ سؤال ثاني. شو يقول لي هنا بهذا السؤال؟ يقول لي ثانياً ليتس بلاي تنس أيضاً 2017، لا سوري 2019. ليتس بلاي تنس، شو كله على ليتس؟ لا عادة ترى تجي غيرها. ايش قال لي هنا؟ قال لي ريفيوز. ايش قال لي؟ قال لي ريفيوز. شنو معنى ريفيوز طلابنا؟ استاذ بمعنى أرفض. عفية يا بطل، جيت اريد ارفض هذا الموافقه والرفض مال اليونت الثاني مال السجشن لو غيره. نعم استاذ مال السجشن. شلون عرفت استاذ؟ من الاداه. عافيه، شو راح يكون الحل مالتها استاذ؟ الرفض الحل مالتها انا حافظه شنو هو؟ نو ايد رذر نوت. جود، جواب مالتها نو بارزه ايد عافيه رذر نوت. اوكي كملت. نعم، بي لوفة وزارية. شوف اللوفة الوزارية مالته شن هي، ولا تقول لي ما قال لنا بيها سالني كاق.
شوف اللوفة الوزارية اللي راح تجيك. شوف هذا السؤال، هذا سؤال وزاري سهل، أسهل من ذاك. إيش راح يقول لك؟ agree. تبه agree هذا أيضا وزاري. to your friend's suggestion. friend's suggestion وافق إلى اقتراح، طبعا يا هو صديقك. ايش فيه هنا؟ to study English together. والله الطالب مني يشوف هيك طبعا together هنا نشوف هاي الطريقة طالب يستفيد منها. ليش؟ لأن يحس إنه الجملة ما بها مطلب، مطلبها جدا سهل. شوف طلاب يقول agree، انتبه وين جايتني كلمة agree؟ أنا متعود يعطيني إياها الأستاذ بين قواس. لا حبيبي عادي جاب لك إياها بالبداية. إيش قال لك؟ قال لك وافق. شوف وافق agree. شنو agree أستاذ؟ معناها وافق. شوفها معناها شني؟ معناها وافق. فانتبه لها زين. قال لك agree to your friend's suggestion. شون عرفت على الاقتراح أستاذ؟ من العنوان نفسي اللي هو suggestion. طلاب إذا لقيت agree مع suggestion أو agree مع الأدوات السبعة معناها موافق، وإذا لقيت disagree أو refuse معناها رفض. جيد. هسه هذا إيش راح تقول له أستاذ؟ درجتين بالجيب. شو تقول له؟ أقول لي صديقك وقاعد يقول لك ندرس إنجليزي معا، توافق له أو ما توافق له؟ نعم أوافق له، خصوصا إذا طلع شاطر. وإذا أجى صديقك بهذا الوقت المحرج وقال لك تعال خلنا نلعب طوبة معا أو نلعب بوبجي معا، شو تقول له بهذا الوقت؟ أو خلنا نروح نطب مثلا هاي المواقع اللي ما تغني، طبعا لا تغني ولا تشبع. شو تقول له؟ ساد أرغضة ونعد كده كده عاشت إيدك. إذن هنا شو توافق لو ما توافق؟ إذا تريدون تقرون إنجليزي معا وافق. ليش؟ الإنجليزي تحب الدراسة سوا.